احبائي صباح الخير واهلا وسهلا فيكم اليوم بحلقه دخان مع الشيف شادي. دخان دائما بس نقول دخان او يعزمونا على محل ويقولوا لنا دخان يعني اكيد في مشي، ونحن هالعاده موجوده عندنا ما بعرف فيني اقول من ابد الابدين او من زمان، من قديم الزمان، جدودنا جدود جدودنا الله عليم. بس اللي ابتكرها واللي قال نحن اليوم بدنا نعمل فحم ونشعل لحمة أو ناكل لحمة أو طاووق أو كفتة أو مقانة أو سجق أو دجاج على الفحم، شغلة كبيرة، شغلة كبيرة كبيرة، الطعم كتير، الفرق عن جد شاسع بهذا الموضوع، مثل اللي بياكل بيتزا على الحطب أو فرن الحطب وبيتزا على فرن الغاز. عندكم هالطعمة السموك، هالطعمة الفيمي، هالطعمة الدخنة، أوكي، وخاصة كمان إذا كان نوع الفحم اللي بنستعمله مثل النوع اللي أنا عم بستعمله اليوم هو فحم السنديان، عنده طعم الحقيقة بيعطيني إياها كمان على اللحمة. أكيد موضوع الحلقة اليوم مش موضوع أبداً فحم، هو موضوع لحمة بحد ذاتها. نحن عنا مشاكل، مشاكل يمكن هلأ واحد بيطلع فيني بيقول لي أنا ما عندي مشكلة يا خيي، بس أنه يمكن يأخذ فكرة عن هذا الموضوع اليوم بموضوع أنه أول شيء اختيار اللحمة، أوكي؟ هذا موضوع أنتم واللحام عندكم كيف فيكم تختاروا اللحمة، فيكم تجيبوا الفيليه، فيكم تجيبوا الأنتركوت، فيكم تجيبوا دقن اللحام مرات. مهم انه اللحمه جبناها اليوم وهي لحمه طريه. اذا نحن جبناها اليوم واللحمه مش طريه، هالطرق اللي بدنا نعملها اليوم هي الطرق بتطري لنا اللحمه كمان وبتعطيها طعمه. طيب اذا كانت طريه اللحمه يا شيف شادي شو بنعمل؟ كمان اذا جينا نحن حطينا على الاشياء اللي بدي احطها انا اليوم، اللحمه يمكن تطرى اكثر، هذا اكيد، بس بتعطيها طعمه، يعني نحن بناكل شغله فيها تيست، فيها. قبل ما بلش انا بالوصفه خلوكم معي دقيقه بس بدي اقول كم كلمه حتى بعدين ما انساهم لانه كثير مهمين. اول شغله بدي اقولها انه ربح معنا نهار الاثنين، اوكي، سوزان ابو صالح ربحت معنا المبهره الحلوه من الشيف شادي، اتصلت فيني وسألت اللي بدك يا مدام فيك تبعتي خيك ببيروت لانه هي كمان بالبقاع تاخذ كمان الهديه. والصور اللي كمان او بعض الصور اللي شفناهم كمان عن الاوكونومياكي صوص وعن كمان البيكاتا نهار كمان التنين كانوا لسكينة، وسكينة كمان يعطيك العافية من السعودية بعتقد بعثت لي كمان الصور. بدي كمان أقول شغلة عن بكرة. بكرة يوم الخميس رح تكون حلقة كتير حلوة، لقاء مع الأصدقاء مع الدكتور توني، صاحبي صديقي حكيم، بس قد ما بيحب الأكل حب يفتح أوكي محل بعقد، صار عنده كمان محلين بعقده، اوكي، بيعمل ساندويتشز او مشهور باطيب ساندويتشز بلبنان. انا رح كمان سمي الدكتور توني بروشيتا، رح نحكي معه بكره، وكمان رح يكون معنا بكره تيعطينا افكار ليش يا دكتور توني طيبين هالساندويتشات كمان عندك. رح تكون كمان سهره كمان او سهره قصدي انه رح تكون ظهريه حلوه معه وسهره عندكم اللي بيحضرني كمان بالليل. بالنسبه كمان حدثت غلطه بالوصفات، غلطه مطبعيه بيقولوا لها، كنا عم نحكي عن الخبيصه. الخبيصة حكينا عنها وقلنا دبس وقلنا نشا وقلنا مي وقلنا جوز. الغلط اللي صار المطبعي انه النشا كان لازم يكون مكتوب 1 كوب، كان مكتوب 3 اكواب، اوكي؟ يعني 3 اكواب شغلة كبيرة، هيدا غلط مطبعي، لكن دبس 1 كيلو، نشا كوب 1، مي 2 كوب، وجوز 250 جرام. وهلا اكيد بس يطلع بريك او من بعد البريك رح تشوفونا عن جديد قاعدين وعم نفرجيكم كمان وصفات مطلوبين من خلال كمان الاس ام اس. سؤال اليوم اللي انا معودكم دائما عليه انه الاربعه بسال سؤال وبنسحب هيك او بين بعضنا، انا بسميها لعبه ما بسميها جوائز، بسميها لعبه انه تنقدر هيك نتحدى بعضنا بالطبخات ونتعلم ونتشجع نعمل بعض الطبخات. السؤال وكمان ناخذ معلومات، يعني هيدي شغله كثير مهمه. السؤال رح اطرح سؤال اليوم وسؤال بكره، وكمان نهار الاثنين رح يكون في هديتين مش هديه واحده، رح اسحب مره ورح اسحب مره ثانيه. سؤال اليوم اوكي وراح كمان اساله بكره ونهار السبت، هو شو الفرق بين الزبده اللي هي البور اللي هي البورو اللي هي البتر، اوكي، والمارجرينا. مارجرينا باللغه الايطاليه، مارجرين باللغه الفرنسويه، بالعربي بيقولها مارجرين، يعني هي كمان اسمها بكل اللغات بس تقولوا مارجرين بيعرفوها شو هي. شو الفرق بيناتهم؟ تبعتوا لي من هاللحظه كمان بتبلشوا على 0321-9970 الاجوبه، واكيد التنين رح يكون في جائزه متواضعه مش من قيمتكم بس ممكن تستعملوها بالمطبخ.
فحم السنديين اوكي، انا شو هون شعله عندي، تحط الفحم حتى يشعل ونبلش بموضوع اللحمه. لكن كيف انا اشتغلتها هلا هون، معليه طلعنا دخان بقلب الاستوديو ما في اي مشكله. بيجي انا هون بحط هالفحمات بهالطريقه هون كلهم سوا، حتى كمان يشعلوا عنا كلهم سوا هون. وكمان رح شيل الثاني، بل وقت بيكون الفحم عنا دائما نحن بنشتغلها بهالطريقه، بنحط الفحم تيشعل كله سوا مع بعضه ونحن بنكون بنكفي شغلنا. اوكي، بس اكيد اللي انا عم بشتغله هذا انا عم بشتغله هون بقلب الاستوديو. انتوا اكيد بس تكونوا ببيتكم بتكونوا انتوا شو عاملين؟ مجهزين اللحمه من الصبح، نقعينها بالنعاك اللي بدنا نعملها، وبعدين الظهر بنشعل فحم وبنشيل السياخ بنشويهن. هودي الشغله انتوا بتعرفوها، ما بدها كمان نحكي فيها كثير. انتقل هلا، انا جايب معي اونتركوت. اوكي، فيكم تجيبوا لحمه كمان الراس بيف، فيكم تجيبوا اللي بده فيليه. اوكي، من كان غنم ولا كان ماعز، اكيد الغنم والماعز بيكون صغير، العجل بيكون اصغر، والفيليه بيكون اكبر، والاونتركوت كمان. والفرق كمان بين لحمه العجل ولحمه البقر انه لحمه العجل بتلاقوها بيضة، بيكون البقره صغيره، يعني بتكون هالعجل زغرور بس يكبر يكبر يكبر، هاللحمه بتتحول من لون ابيض الى لون احمر غامق مثل اللي انا عندي هون. رح بلش بشغلي انه نقطع اللحمه. انا جايب كمان الانتركوت انا قدامي بقطعهم بهالطريقه، طلعوا كيف بجي بقصه لحمه مش مدهنه، ممكن كمان تكون لحمه خروف مدهنه مثل ما بدكم انتم، بقطعها شوي صغير كبير. اوكي، بهالطريقه رح كمان هلا نعمل منها. اوكي، اهم شغله بهيدي الحلقه هي النقعه يلي بدنا نعملها للحمه. شو فينا ننقع اللحمه يا شيف شادي؟ واحد، حامض، ممكن نستعمل الحامض. اثنين، كل انواع الخل. كل انواع الخل فينا نستعمله، من دون ما تقولي لي اي خل، كل شيء اسمه خل فينا نستعمله. كل شيء اسمه انواع من الحوامض فينا نستعملها، يعني حامض، في ابو صفير، في عنا الاورنج، اوكي، هودي كلهم فينا نستعملهم بموضوع النقاط. اذا بدنا نروح على انواع ثانيه ممكن كمان تطري لنا الاشياء، ممكن نروح على انواع من الفستق، انواع من الكاجو، انواع كمان من الصنوبر المفروم، انواع من الجوز المفروم، من البندق، يعني من هالفواكه الزيتيه يلي كمان بسموها. هيدي كمان من النقاط. بس اكيد انا بعد ما حكيت عن شيء اسمه بهارات، البهارات انتم حطوا اللي بدكم اياه، انا ما رح اتدخل بموضوع البهارات، موضوع الاعشاب العطريه كمان، انا عم اقول شو ممكن يطري لي اللحم. اللي انا رح استعمل اليوم شغلتين اللي هن الخردل، اوكي، وزبده الفستق. هودي الشغلتين انا رح تشوفوا انا كيف انا بدي 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 اعملهم مع كمان بعض الاعشاب العطريه والبهارات. شو رح اعمل؟ رح اجيب انا هلا هون قطعنا اللحمه، رح اجيب انا وعاءين، رح شيل نصهم حطهم هون، طلعوا كيف، والنص الثاني حط هاللحمه اللي انا قطعتها. ممكن تكونوا مش لحمه انتم ممكن تكونوا طاووق اذا بدكم، ممكن تكونوا عصافير، ممكن تكونوا ما بعرف مقانق، ممكن يكونوا سجق، بس المقانق والسجق بحد ذاتهم هن بيكونوا البهارات موجودين بقلبهم، يعني نحن عم نقول تقول لحمه المقانق او لحمه السجق، يعني اشي ما يكون فيها البهارات داخلها. شو بعمل انا هلا هون؟ رح اعمل انا نوعين، رح بلش بهذا النوع هون اللي فيه الموتارد، اللي فيه الخردل، اللي فيه المسترد او كمان السينابي باللغه كمان الايطاليه. انا عندي لهون من الكمون، طلعوا شو عم بعمل، عندي انا هون كمان من الكزبره، طلعوا كيف، وعندي كمان انا من الخردل، بحط عليه من الخردل. وانتبهوا، في اشخاص بيكرهوا الخردل، ما بيحبوا الخردل، بحياتهم ما اكلوا خردل، ما تخافوا من هيدا الموضوع، لانه انا الطعمه من هلا لمن بعد ما اشوي واكل بتتغير معي 150,000%. اوكي؟ اوكي؟ اعملوا معروف دقيقتين ونص ونرجع باسرع ما يمكن. بقي اللي ما كان معنا صار معنا صباح الخير من جديد او مساء الخير من جديد، اللي عملناه هو جايبين لحمه اونتركوت اليوم قطعناها عادي، اليوم بدنا نشوي لحمه والفحمات السنديين اللي بعقده قدامنا صاروا جاهزين. رح ارجع اشرح من الاول، ممكن حدا وصل هلا عم يحضر الحلقه. شو عملت؟ جبت لحمه انا اونتركوت عاديه او فيليه او لحمه من عند اللحام اللي بنوثق فيه طريه او مش طريه.
طرية أو مش طرية. إذا مش طرية وبتضطرب النعلة أنا بدي أعملها اليوم، أوكي؟ وإذا طرية بتصير كمان قطرة وبياخدوا اثنيناتهم الطرية والمش طرية بياخدوا الطعمة هائلة طيبة ومنعطيها منعطيها حياة للحمة، ما إنه بس نحن مندوق شقف اللحمة. هلا اللي ما بده اللي ما بده فينا نقسم قسم صغير نعمله منقوع وقسم صغير مش منقوع، أنتوا اختاروا. أنا مش عم أقول اللحمة اللي عم ناكلها اللي مش منقوعة ما عم تاكلوها، لا، أنا عم بعطي فكرة زيادة على هيدا الموضوع. شو عملت هون؟ كمون، الكزبرة، الخردل اللي أنا حطيته أنا هلا هون، وهون بعد ما حطيت شيء، رح زيحكن على جنب إذا بتريدوا اعملوا معروف، ورح جيب لأول خلطة، رح جيب أنا هلا الإكليل الجبل، أنا بعبد هذا الموضوع، أنا بعبد إكليل الجبل ما بعرف ليه، أنتوا كمان اللي ما بيستعملوا ورح يبلش يستعملوا رح يعبدوا مثلي أنا، قد ما طيب، نجي بنفرمه، طلع، لازم نفرمه لأنه بالشوي أو بالقلي أو بالسلق بتصير عنا هل الورقة خلينا نسميها هالإبرة تبع الروزماري بدها تصير قاسية، وبس تقسى أنا ما عاد فيني آكلها، بتعلق بزلعوم الهواء. منيح هيك اوكي او بتفوت بسناني يا جماعه طعوا فرمون شوي صغير طلعوا هيك بناكلهم على رواق وبتوزعوا الطعمات تبعولها بكل اللحمه او بكل الطبخه مش بس ورقه بتكون موجوده بقلب الطبخه كلها سوا اوكي طلعوا شو صار انا عندي هون صرتوا انتوا هون لكم كمون وكزبره وخردل وجينا حطينا روزماري فينا كمان نزيد طعمات مختلفه كمان هيدا حكينا اي نوع من الخل اي نوع من الحوامض اي نوع من الفواكه الزيتيه يعني بقصد فيها المكسرات من السنوبر من الجوز من اللوز من 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 هودي كلهم فيكم تزيدون ومحل الروزماري اكلين الجبل فيكم تزيدوا اي نوع من الزعتر بجي انا طلعوا شو عم بعمل ها جيت يا شيف شادي بهالطريقه هون طلعوا جيت خلطت انا هاللحمه تبعيتي كيف انتم بتنقعوا الطوق طيب اذا انتم اليوم اكلتوا سفينه الدجاج من دون نقعه من دون ما تنقعوها طيبة مثل كمان إذا نقعتوها يعني أنا اليوم مثلا بدي أقول شغلة أنتوا اليوم جيتوا بكون تعملوا طوق طيب الطوق إن أنا اليوم هي سفينة الجيش عم تنقع إذا أكلتوها من دون ما تنقعوها نفس الطعمة جاوبوني جاوبوني أكيد مش نفس الطعمة يعني مشان هيك أنا عم أقول ليش ما نحن بنجي بنعمل كمان طعمات مختلفة للحم هون صرتوا هلا أطيب من الأول رح أحطكم هون على جنب رح أرجع أنا أكيد شيل الكفتة ما أعطي نفس الطعمة على اللحم الثاني وانتقل كمان على كفوف ثانيين ونجيب النقعة الثانية نفس اللحمة ممكن تكون لحمة عجل يا شيف شادي بيضة واو بتعقد ممكن تكون عصافير ممكن يكونوا لحمة مشان أعمل منها أنا السجق والمقاني وبعدين إجي أعملهم مثل البول وإجي أقليهم ما أشويهم مهم نحن منكون نقعنا ومنكون بهرنا أوكي انتقل الثاني الثاني رح تكون أنا عبارة عن بابريكا رح حرحرها شوي رح حرحرها طلعوا كيف بهالطريقه ما دخلت لا ملح هون ولا ملح هون انتبهتم هيك علي ما بدخل الملح لموضوع انه اللحم ما تترك لي المي بالاخر طقطقها هالملحات وحلو اذا كانوا مثلا ملح خشن هيك شوي صغيره بالاخر بيطلعوا كمان بيعقدوا بالاخر يعني قبل ما اللحمه تخلص انا فيني شيل الشله ملح عليها انا وفيني اكل اما اذا حطيتها بقلبها ممكن عندي اللحمة على الأكيد بتقسى بس ممكن تصير قاسية كتير إذا شويتها كتير لكن شو رح أعمل هون رح أدخل زبدة الفستق وبقلبها بعده الفستق مش مفروم كتير طلعوا أوكي دخلت لها هالزبدة بقلبها اللي هن عبارة عن فستق مقشور مطحون الدكوة بسموها كمان أخوانا بالسودان هي فستق مقشور مطحون برجع فستق مقشور مطحون جيبوها انتو طحنوا لما كنت الكفتة على الناعم بيطلع معكم الدكوة بيطلع معكم هالزبدة الفستق لاني بسموها مثل الزبدة طلعوا شو عم يصير بإيدي أنا هون طلعوا كيف بدخلها بكل اللحمة طلعوا أوكي مندخلها مزبوط وهلأ بدخلها كمان كم نقطة زيت طلعوا كلها 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 سوا هاللحمة مع هالبابريكا وفيني كمان دخلها أي نوع من الأعشاب طلعوا شو صار أنا عندي اللحمة شقفت اللحمة أوكي بهالطريقة هون حطيناه هون بهالطريقه بيجي انا بنشيل الكف اوكي وهون كمان يا شيف شادي ونجيب كمان عندي هل زيت الزيتون هون عليا هيك خلصنا ضل عندي مثلا تقول انا بهره والبهار هذا بهار هون اسود مولان اوكي وهون كمان مولان واو
صرنا جاهزين هون وصرنا جاهزين هلا. اكيد انا عندي وقت اللي بدي اشوي انا من اللحمه، اوكي، وقت اللي بدي اشوي انا اي نوع من اللحمه، فيني شكل لحمه لوحده، وفيني شكل لحمه مع البصل، وفيني شكل لحمه مع البندوره مع الفلافل الحلوه مع البطاطا. بتعرفوا انتم هيدي الشغله، فلافل حلوه ملونه شو ما بدكم. لكن انا شو عندي؟ جبت انا اليوم بصل. هيدا البصل دائما نحن منلاقيه موجود هيك بكياس، لكو ايدي هلا لونها بيضة، هلا منغسلها لانه من الكف. بس سعر اليوم 5000 ليره هيدا النوع من البصل، غالي لانه بصل حلو. هالبصل الحلو بيعطيني طعمه هائله جدا وطيب كثير على كمان بس شويه، يعني بس شويه. اول شيء قشرتها كثير رقيقه، اوكي، هيك انا بقدر باكل البصل كله غير البصل الاحمر او البصل الهندي، البصل الهندي الاحمر او البصل الاحمر العادي اللبناني او العربي يعني، اوكي. خلوني هلا اقول لكم شغله، نحن بس بدنا نشوي البصل لازم دائما نجيب نحن هالبصل بنحطهم بقلب كمان وعاء، ولازم انا غسلهم قبل. ليش لازم غسلهم؟ اول شيء انا اذا غسلتهم القشره كونها صارت كلها مي، شو بيصير؟ ما عاد بتحترق عندي بسرعه، يعني البصل بتبلش تاخذ حراره من قلبها قبل ما تحترق القشره معي من برا. هيدا واحد. هلا صحيح بتقولوا لي نحن بدنا نغسل كمان لانه القشره بدنا نكبها، ليش بدنا نغسل؟ لانه كمان شغله ثانيه انه حلو نحن نغسل حتى كمان لانه البصل موسخه من برا. صحيح بتكبوها بس موسخه، اوكي، تركت لي الوسخ او دق فيها اللحمه انا وعم بشوي، ما انا بدي احطها بقلب الصيخ. اذا كانت موسخه البصله وحطيت اللحمه عليها صارت كمان لحمه موسخه معي، وهيدا بتعملوه كلكم سوا. ما حدا منكم ابدا بيغسل البصل قبل ما يجي يشوي. مين بيغسل البصل؟ ما حدا، اوكي، ما حدا. انا بس اقول ما حدا يعني بعني كميه كبيره من العالم، يعني ممكن هلا حدا يقول لي انا بغسل البصل، اكيد مش انا الوحيد اللي بغسله يعني، بس انه كميه كبيره من العالم ما بتغسل البصل، بنغسله مزبوط كمان زوم زومين للبصل مشان كمان يدخل مي، يصير كمان هو كله مي بطريقه انه انا بس بدي اشوي. واحد انه ما دغري تحترق عندي القشره وما دغري يسود من برا يتضاين اكثر. اثنين مشان كمان هو ينضف بحد ذاته، اوكي. انا هون رح نعمل شغله، رح نشيل هيدا واحد هون ورح نشيل اثنين يا شيف شادي هالخشب، ننظف تحتنا هيك نتفه صغيره بنحطهم هون. وقدامنا في عنا فطر ابيض، بندوره حمراء، فطر علب. اللي ما عنده فطر، اوكي، اللي ما عنده الفطر العادي بجيب فطر علب، اوكي، ارخص واهين ومنلاقيه بسرعه. والفطر العادي هون شو بنعمل؟ بس بنغسله قبل لانه بدنا نشويه، ما رح ناكله ني، بنغسله بس غسيل، مش ضروري نقعد نقشر فيه. واللي بده يقشره وما يغسله في كمان يعمل نفس الموضوع. هودي كمان عندي البصلات صاروا جاهزين، طلعوا كيف صار كل شيء جاهز انا عندي هون، وعندي انا اللحمه. وراح بلش طريقه كمان حلوه، صار كله هون، راح بلش باللحمه المنقوعه. بس بتعرفوا شيف شادي لايف عنده برنامجه 50 دقيقه 55 دقيقه مرات اقل، اوكي، فاكيد ما عنده وقت ينطر، ما عنده وقت ينطر الاربع ساعات ثلاث ساعات مشان نحن كمان هاللحمه، اوكي، شو يصير فيها؟ تاخذ الطعمات وتطرى معي. بس انا هلا بدي احسبك انك انت ضليتي هلا بالبراد ومغطايه من امبارح بالليل او من اليوم الصبح، يعني هلا الساعه مثلا تنقول وحده او 12 ونص، انت صار لك من الصبح الساعه 9 تتكوني طريتي وتكون صار طعمتك طيب. اوكي، نجي نحن هون ولعنا الفحم، اوكي. انا بدي وجه هلا شوي صغيري هيك، ما حبيت باول الحلقه. مهم، امبارح كان عيد العمال، عيد العمال بواحد ايار، امبارح كانت حلقه كمان كثير حلوه عن البرجر. شفتوا انه امبارح الحلقه ما كانت مسجله، يعني ما كانت مباشره، اوكي، لانه امبارح لاحظتوا كان عيد العمال وانا ما عيدت امبارح بعيد العمال، يعني انا عيدت شخصيا بس ما عيدتكم انتم، فانا هلا عم عيد كل واحد منكم، ينعاد عليكم بالصحه والعافيه. ومش بس نحن عمال، كمان كل ام، اوكي، عم تحضرنا هي عامله اكثر منا، لانه عن جد القعده مع الاولاد مثل القعده بالشغل على 4-5000 مره. وبدي اعيد كمان جاكلين زيتوني الوالده، ينعاد عليكي
صار عمرها 16 سنة، لأنه هي دائما بتحسب حالها أنه خلقانة ب 29 شباط، فهيك بتكفي سنة كل 4 سنين. فما بعرف كيف بدك تحسبين يا جاكلين، ينعاد عليك بالصحة والعافية ويخلي لنا إياك. أوكي. لحمة بصل بندورة شامبينيون وفطر، رح نعمل شغلة، رح أجي أنا هلا هون هيدي اللحمة، أجي شكها، أوكي؟ بهالسياخ الحلوين مع البصل، أوكي؟ ومع كمان الشامبينيون العلب، أما الثاني رح كمان تكون موجود فيها شامبينيون طازة والبندورة. طلعوا شو عم بيصير هون. اعملوها بليز، بس بكون تشوي لحمة، اشوون بهالطريقة، أوكي؟ إذا بتريدوا اعملوهم بهالطريقة، جربوها مرة، اسمعوا كلمتي، أوكي؟ وبعدين خبروني، شو النتيجة، وإذا النتيجة أحسن من اللي أنتوا بتعملوه عادة. رح شك كمان هلا ثلاثة أنا لحمة من هون، خليكم معي شوي، أوكي؟ وكمان ثلاثة لحمة من هون. شايفين قدامي صحن حمص، أوكي؟ شايفين قدامي كمان صحن محمرة. هلا بدكم تقولوا يا شادي طيب انت عملت المحمرة وما قلت لنا ولا مرة عملنا اياها، رح اعملكم اياها ما تعتلوا هم. لهن بعتبرهم انا من الاشياء كتير 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 مهمين، اوكي؟ بالساندويش وبالاكل، يعني انا مرات كتير بس بدي اكل لحمة بحط لقمة اللحمة بالخبزة، بحط فيها شقفة بطاطا وحلو، بعدين اجي غمسها بالحمص وفي زيت الزيتون واكل، مزبوط؟ كلنا بنعمل هيك. وكلنا كمان او بعضنا بيعملها نفس الموضوع بالمحمرة، او بيجي بيعمل ساندويش وبيحطه بقلبها المحمرة مدهونة، الحمص بطحينة على ساندويش تانية مش مع بعضهم، اوكي؟ واذا كان مع بعضهم كمان بيكون اطيب، بس انا بحبهم كتير مع بعضهم بقلب صحن، يعني تكون الحمص وبقلبها تكون المحمرة، ولا اطيب من هيك. بس بالساندويش شوي صغير بلاقيها انا ما بحبها، انتوا اعملوا اللي بدكم اياه. هلا رح تشوفوهم كمان كيف رح نعمل فيهم ساندويش بعد شوي صغيرة، اوكي؟ وكيف بدنا نشتغل فيهم. عم نشوف كيف عم نشك كمان هيدي اللحمة. طلعوا شو صار انا عندي هلا هون، رح ناخذ كمان شقفة تانية، اوكي؟ تفضل. انا عندي كمان هون اللحمة مع البصل مع الشامبينيون، رح كمان هلا اجي اعمل، اجيب اللحمة كمان التانية اللي انا عندي هون، رح احطها هون فوق هيك، وهلا هون طلعوا كمان اللحمة اللي عملناها، برجع بعيد مع الخردل وعم نشكشكون، بس قلنا هون نحط فيها بندورة يا شيف شادي، نرجع منحط لحم يا شيف شادي، مزبوط؟ نرجع هون منحط حبة الشامبينيون الحلوة، للسيخ رح يطلع أجمل لو طالع هيك أكثر فريش، أوكي؟ وهون كمان رح نحط اللحم. طيب رح نبلش نحن كمان هون بالشوي، رح نجيب حتى يستوي معنا اللحمات، وأكيد أنتو هلأ مش همكن كتير كبير كيف أنا بدي أشوي هاللحمة على الفحم، أوكي؟ مش هم كتير كبير، اوكي؟ يعني شغله كثير هينه، ومش انه هالعلوميه الكبيره، بس انه كمان بنكون اخذنا فكره كمان عن السياخ اللي انا جايبهم اليوم. لك هودي كثير حلوين، صحيح غاليين بس كثير حلوين، طلعوا فيهم شو حلوين. وهودي ستانلس ستيل، يعني هودي فيكم من بعدها تجلون وما بيصدوا عنا، اوكي؟ ما بيصدوا، لانه اذا صدوا اوكي صاروا مصدايين، المشكله كبيره. طلعوا كمان بلشنا نشوي لحمتنا نحن اليوم، حلو كثير. وهلا كمان صار موسم البطيخ، بعد شوي رح نرجع كمان نجيب بطيخ ونشوي بقلب البطيخه. كمان هيدي العلوميه علمتكم عليها الشيف شادي، صار كثير عالم يستعملوها، اوكي؟ على الطاولات بالمطاعم، يعني عم شوف مطاعم اليوم ماسكين بطيخه في بقلبها فحم وعم يحطوها بنص الطاوله والعالم عم تشوي عليها، اوكي؟ فهيدي الشغله كمان رح نرجع كمان نشوفها قريبا اذا الله رضى. لكن بندوره يا شيف شادي، اللحمية اللي انت حطيت عليها الموتار، حبة الشامبينيون الحلوة الطازة كمان المغسلة، نرجع كمان شقفة صغيرة من اللحمة، بدنا نحط بصلة كمان هون، نحط بصلة فلافلة حلوة، انتوا اعملوا اللي بدكم اياه، وكمان هون شقفة من اللحمة. ورح نعمل هلا سيخ، اوكي؟ رح تشوفوا كمان، رح نزيح هيدي هون هيك، ها، اوكي؟ بلشنا، واو، بس يبلش دغري، ها، شايفين؟ يعني بس تكون عنا هال، خليني اقول الفحم عنا اياه جاهز، الفحم عنا اياه شاعل، وانتبهوا نحن هون ما جينا يعني بس يكون فحم مزبوط، بس يكون فحم سنديان، مش بحاجه نضل عليه ساعه نهويله، اوكي؟ لانه لوحده هو بياخذ بعضه، والفحم المنيح مش بحاجه انه نهوي، مثل ما شايفين قدامكم وعم نشتغل كمان مباشر. رح كمان هون رح اعمل صيخ لالي انا، اوكي؟ بهالطريقه هون، بس رح اعمله من دون
ما حط فيه لا بصل ولا شيء لانه راح يكون كمان اوكي راح اعمل فيه سندوتش مع المحمره راح تكون كمان كثير طيبه اوكي بهالطريقه تمام كيف وهون يا شيف شادي هيك هون طلعوا كمان شغله كثير حلوه طلع هون بلشت كمان اللحمه طلع هون اللحمه احبيها بلشت تاخذ اللون الحلو اوكي خلي طيب اولا انا بس انقع اللحمه وتضل اربع ساعات النقعه بتدخل على قلب اللحمه ليش بنخليها وقت طويل حتى تتفاعل المواد اللي فيها مواد اسيديه تتفاعل مع اللحمه وبتدخل على قلبها لجوا وكل ما تدخل على قلبها لجوا كل ما تطول مده النقعه كل ما تكون هاللحمه طريت عندي واستويت عندي يعني بمعنى انا بس بدي اشوي اليوم اللحمه المنقوعه اربع خمس ساعات تاخد اقل وقت من اللحمه نفسها اللي مش منقوعه اوكي فهمتوا علي لكن برجع بعيد اللحمه المنقوعه تاخد وقت اقل بالطهي اوكي من اللحمه نفسها اللي مش منقوعه ليش لانه النقعه اجت هي شو عملت لي هالنقعه اجت ستوت لي اياها بطريقه كبيره طيب احبائي بعد شوي بعد دقيقه رح نطلع بريك نحن اوكي بس نرجع من البريك رح نحكي شي حوالي دقيقتين ثلاثة أو خمس دقايق عن بعض الوصفات المطلوبة ومنرجع بعدين طلف سندويشات اللحمة مع المحمرة وكمان مع الحمص والطحينة يلا مع الحمص والطحينة دقيقتين ونص ورجع ولي بسرعة لحمة انتركوت لحمة شوي هي عنوان حلقتنا كمان لليوم وبلشنا كمان اليوم الحلقة بستيك انتركوت أو بأي نوع من اللحمة اللي بيعطينا إياها اللحام مقطع أو مش مقطع مهم تكون طرية أو مش طرية بس أكيد بدنا ننقعها إذا ما بدنا ننقعها بدها تكون طرية وإلا ما رح تطرى معنا لأنه النقعة هي اللي رح تطري لنا إياها شو عملت أنا هون؟ اللي هلا خلصوا جيت حطيت أنا كمان من الخردل مع الروزماري مع اكليل الجبل كمون وكزبره مع اللحمه خلطتهم تركتهم من الساعه 8 بالبراد لهلا كمان نقعوا مزبوط جينا شكيناهم مع البصل او مع البندوره مع الفلافل اللي بدكم اياه وجينا عم نشويهم على فحم السنديين بقلب الاستوديو صحيح هلا حاسين في شويه دخنه معكم بس لازم تمرق حلقه من هالحلقات كل مده مشان تشوفوا كمان طريقه الشوي يلي ما بيعرف ممكن وكمان جينا على هيدي اللحمه اللي هون اللي نقعتها مع زيت الزيتون زبده الفستق وحطيت لها بابريكا الحار ليكو بتلاقوا كمان معلي خليني اقربها هيك انا يا ابو عكر بدي اشوف بس شايفين انه في هيدي حبه فستق لك وين هيدي حبه فستق اثنين ثلاثه شفتوا هودي حبه فستق هول معلقين عليها يعني انا هون صرت عم باكل كمان لانه هالدكوه اللي هي زبده الفستق هي عباره عن فستق مطحون من بعد ما طحنا هالفستق المطحون اجوا حطوا بقلبه الشقف من الفستق المقشور طلعوا شو حلوين بعقده رح نبرمهم هيك شوي صغير قدامنا طلعوا هاللحمه هيك اكيد ورقه وقلم قدامكم ناطرين لانه بعد اقل من 30 ثانيه الشيف شادي رح يكون معكم اوكي تنحكي عن بعض الوصفات المطلوبه طيب احبائي يمكن انا الوحيد اللي بالعالم اوكي يلي عاطي رقمه بالعالم بين الشافية وغير الشافية عاطي رقمه لكل المشاهدين ولكل الفانس تيبعتوا له على رقمه الخاص اوكي اس ام اس في عالم بيقولوا لك كيف عملتها وما عملتها ولا ومش مزبوط وكذا مدري شو مبلا عندي 99% من الفانس عندي 99% بيبعتوا من اجمل الرسائل اوكي وبيبعتوا من اجمل الاسئله وانا بجاوبهم اجمل الاجوبه بس في عالم المشكله وين في عالم بيبعتوا انت الشيف شادي اوكي لا ما بنصدقك بعتنا صورتك طيب بعدين بعته يعني في كثير اشياء بتوصل خلينا نسميها ما بعرف مش كثير مهضومه اوكي فانا اكيد ما رح جاوب عليها وكمان شغله ثانيه واللي هي انه في كثير من الاشخاص بدهم يحكوا معي يعني مثلا شيف شادي كيفك صباح الخير لك احنا عندنا الرز مثلا تنقول مش عم يستوي اذا بتريد هالرز اللي مش عم يستوي كيف بدي ستويه اذا بدي احط له كذا طب انا احبائي ما فيني اقعد انا على التليفون ما تزعلوا مني
وبعدين بتقولوا تكبرت او ما تكبرت. لا، بس انه الشغله كثير صعبه انه انا اقعد جاوب كل الفانس، وكل يوم عم يوصل بين ال 200 250 بين اس ام اس. هيدا غير الفيسبوك يلي ملين وصاروا بس بصفحه عالم المطبخ 15,000 انسان. فاذا كل واحد او كل 10 طلبوا مني 10 وصفات كل يوم، بدي اقعد على القليل نص ساعه معه. على كل الاحوال عندنا كثير من الاسئله. امبارح انحكى عن الجامايكن، البهارات الجامايكن، اوكي، للبرجر. عن كمان بهارات الفلافل اللي استعملناهم امبارح كمان للبرجر، كثير طيبين. اسمعوا الكلمه كمان، استعملوا بهارات الفلافل اللي عملناهم هون مع رافي، اسمكم متذكرين فلافل اراكس، كمان نفسهم للبرجر، وشوفوا قديش بيطلعوا طيبين. كمان صلصة الفطر اللي عملناها امبارح مع الكريم فريش فيكم تستعملوها لتعملوا فيها التلياتيلي الفريدو، كما انه الصوص الاناناس او خلطه الاناناس مع الكزبره الجامايكانا اللي عملناها امبارح كمان بتطوش، فيكم تعملوها سلاد او تخلطوا معها بندوره وخيار وسلاد وتعملوا منها، تقلعوا منها تعملوها سلاد. اما بالنسبه للوصفه اللي مدوخه العالم، وراح يكون كمان ضيفي بلقاء مع الاصدقاء كمان روي اللي اجى معنا هذيك المرات كمان من بلون كاكاو، رح نعمل سوا شي نهار البابا اوروم، بس رح نعمله من دون الرام لانه الرام هو نوع من الالكول ونحن ما بنستعمل الرام. رح هلا نحكي عن اول وصفه البابا اوروم. اوكي، هالبابا اوروم اطلع عندي انا هلا على الشاشه، اكتبوا المقادير تبعوله وانا رح احكي على مهلي. 1 حليب نص كوب، بيكنج باودر 2 ملاعق صغار، طحين 2 كوب. ليكوا شو بعمل، بجي انا بسخن الحليب شوي صغير فاتر، بطفي تحته، بحط كوب واحد من الطحين مع البيكنج باودر وبخلطهم بالخفاقة او بالمضرب الكهربائي، بيصيروا مثل عجينة. بيكنج باودر مع كوب واحد من الطحين مع الحليب، بتركن 20 دقيقة يخمروا، بعدين بضيف الثلاث بيضات وحدة ورا الثانية، السكر، الملح، والكوب الطحين يلي باقي عندي. اوكي؟ تبعتوا كيف لكان الوصفة؟ برجع بتقل للصفحة الثانية. بزيد كمان برش البرتقال، برش الليمون، زبدة نص كوب سايحة فقط لا غير، لكن برجع بعيد، زبده، برش ليمون، برش برتقال، برجع لورا، ملح، سكر، بيض، وكوب واحد من الطحين، هودي منزيدهم على العجينه اللي خمرت معنا، من كوب واحد من الطحين اللي خلطناهم بالاول مع البيكنج باودر والحليب الفاتر. بعدين شو بصير انا عندي؟ بعدين بصير انه عندي القالب تبع البابا اورام، بجي انا بدهنه بشوية زبدة وطحين أو بيكون عندي أنا البتر سبراي برش عليه، بحط العجينة بقلبه، بغلفها، بحط عليها شي جلينك فيلم وبتركها تخمر بقلب القالب شي حوالي كمان 45 دقيقة أو 30 دقيقة، بحطها بالفرن على حرارة 170 درجة، بدها نص ساعة. منشيل البابا أرام لبرا، ننطر شي 5 دقايق، بعدين منبخشه من جميع الجوانب، بنعمل ثقوب صغيرة ومندلق عليه شراب الرام، اوكي، الساخن. هلا شوفوا كيف بنعمل شراب الرام. اوكي، اول شيء، اوكي، الرام، يعني شراب الرام انتم شايفين بالاخر هون، وعندي الرام ربع كوب. هلا الرام ربع كوب هودي بنحطه بالاخر. كيف بنعمل شراب الرام؟ شراب الرام هو كل كبايه من شراب الرام بدها كبايه من السكر، اوكي، ومنحط لها شوية فانيليا إذا بدنا، ومنحطها على النار بس يغلوا، نطفي تحتهم، وبعدين منزيد لهم ربع كوب من الرام الداكن. هون بيصير عندنا شراب الرام جاهز. رح نحكي كمان عن وصفة كمان، مش عم تنقل كمان عندي دقيقة. أوكي، شراب الرام، لأنه كان بدي أفرجيكم كمان شراب الرام، ممكن كمان صار في مشكلة. اوكي، نرجع لعندي، لكن نرجع رجعت معمول مض بقشطة، بعدني مش ضليع بالموضوع يعني. اوكي، خليكم معي، هيدي اخر وصفة كمان رح نحكي عنها.
بدنا نعمل معمول مد بالبيت. 100 خشن، 100 ناعم، 2 كوب من السميد الخشن مع كوب واحد من السميد الناعم مع سمن 1 كوب. اكيد السمن بيكون دايب او على بين مري او نحن مسخنينه دايب وشوي صغير بده يكون بعده فاتر، مع نص كوب من السكر، محلب مطحون ملعقة صغيرة، خميرة ملعقة صغيرة، ماء ورد 3 ملاعق وماء زهر 3 ملاعق. قبل ما احط ماء الورد احبائي وماء الزهر بنطر العجين بخليها تخمر مع السمنين، بخليها اوكي تشرب السمن 3-4 ساعات، بعدين بحط ماء الورد او ماء الزهر. بعدين شو بعمل انا؟ بدي اعمل حشوة القشطة او حشوة التمر او حشوة الفستق. هون بدنا نعمل حشوة القشطة. شو بعمل انا؟ حليب بشيل منهم نص كوب والباقي بحطهم على النار. هالنص كوب من الحليب البارد بخلطه مع كمان اقل من نص كوب يعني من النشا، بيصير مع النشا مخروط مع نص كوب من الحليب. الحليب عم يغلي مع ماء الزهر ومع الماء العادية اوكي. او بجي انا بحط 2 كوب على النار وبستعمل تأخلط النشا، بستعمل نص كوب من المي العادية. انتوا اعملوا اللي بدكم اياه، المهم يكون او الحليب او المي اللي بدنا نخلط فيه النشا يكونوا باردين مش سخنين. المهم بس يغلي المزيج منضيف عليه النشا ومنزيحه ومنحطه على جنب بقلب صينية بعدين حتى يبرد. بس يبرد هو يلي منحطه بقلب العجينتين يلي بدنا نمدهم من عجينة المعمول اوكي، منمدها بين 2 نايلون منحطها بالقعر اوكي تبع الصينية، منحط القشطة بالنص ووحدة تانية كمان من فوق. اكيد طالبين من التندوري دجاج بنحكي عنها بعدين، خلطة الجرام مسالة بنحكي عنها اذا مش اليوم بكره، البوزة العربية من هنادي كمان مطلوب بنحكي عنها بكره، الفانيلا ايس كريم بنحكي عنها بكره، يا خليل ليالي لبنان بنحكي عنها بكره. اوكي انا مش ناسي حدا ابدا ابدا، بس رح ننتقل نعملنا شوية سندويشات. واو سبحان الله كيف اللحمة لوحدها بتبرم هيك اوكي. واكيد رح اشكر خالد كمان مدير المسرح اللي كان عم يساعدني بهيدا الموضوع. عليكم اللحمات كيف حلوين، طلعوا نقعنيهن عن جد، شوفوا هاللحمة ما بدي اقول ولا كلمة اوكي، الشي بيشهي. طلعوا شو عم بيصير اوكي. وانا هلا رح بلش نعمل شوية سندويشات اوكي، ننقل هذا هون هيك، صار عندنا يوم كله سوا وعندنا هون كله كمان جاهز. اللي انا بدي اعمله رح اجيب هيك انا من الخبز العربي كله نظيف، طلعوا كيف من الخبز، وبنجي نحن بدنا نعمل ساندويتشز. اكيد اهم شغله يعني اذا انا بدنا نعمل رغيف، نحن بالعاده بنعمل رغيف او رغيف ونص، بتعملوا هاي الطريقه هيك طلعوا كيف. نجي نحن بنحط على المنقل، اذا كنا عم نشوي عم نعمل ساندويشات صار عندنا طلعوا الخبز شو حلوه، اخذ هالحراره الحلوه هيك. بجي انا هون بجيب اذا بدي نص رغيف منها بحطه، وبجي انا محمره طلعوا شو عم بيصير اوكي، بحطها بهالطريقه. واللي بيحب مع الحمص كمان بيحط حمص اوكي، انا ما بحبه مع بعضهم بقلب الساندويش، بس اذا بده واحد يحط حمص في حط حمص كمان مع المحمره من دون اي مشكله. وبجيب هون كمان من اللحمه او من ساندويش كمان اللحمه، طلعوا كيف بهالطريقه. وبجي انا هون في كثير من الاشخاص بيعملوا هيدي الطريقه رح فرجيكم عليها اوكي. بجيبوا كمان سكين، بس بدي فرجيكم شغله، بجيبوا كمان هون هالسيخ، بيجوا على السيخ هيك طلعوا، بيجوا بقصوا السيخ بهالطريقه اوكي، خلوها تستوي بعد شوي صغيره بعد ما استويت هي اوكي، بيجوا بقصون بهالطريقه وبيحطون بقلب الساندويش. انا اكيد ما عندي مشكله رح احطهم هون هيك اوكي، وبتجوا على الساندويش تبعولكم. اللي بده يحط بطاطا بيحط بطاطا على ذوقه، يعني اللي بدي اقوله انا كنت انه فينا نقص اللحمه وفينا اللحمه نخليها مثل ما هي. واذا استعملنا الانتركوت، وبتعرفوا كثير عالم بيجيبوا الانتركوت فريش، فيهم كمان ياكلوها مثل ما حكيت قبل انه ما تكون مستويه على الاخر حسب ما واحد بده. طلعوا كيف. نجي نحن طريق كمان عنا الساندويش، عنا كمان الحمص بهالطريقه كمان اوكي ساندويش،
وبجي انا كمان بحط عليها من اللحمه. واو شو حلوين هون. رح انا اجي انزل هون من اللحمه اللي انا عندي هيك. بعدين اذا عندي انا من البصل فيني احطهم بقلب صحن. رح نجيب صحن نحن عندنا هون. بعدين نشيل البصل ونحطهم بقلب الساندوتش تبعولنا. طلعوا كيف البصلات عندي انا هون. برجع هلا بشوفه كمان. رح نجيب كمان هون ساندوتش تاني. رح نشوف اذا كان استويت عنا ولا بعد. ليكوا اللحمه كيف عم ينزل فيها السكين. طلعوا كيف عم ينزل. ها طلعوا يعني بشغله معليه شغله كثير عم تكون مستويه هون. بعدها شوي صغيره رح نرجع نردها. اوكي وهيدي رح نحطها بقلب الساندوتش. وهون بس شغلي انا بدي اجي اشيل انا البصل منها. اوكي او بدي اشيل البصل لبرا. طلعوا كيف انا بشلها بس انا راسها. طلعوا كيف بشلها انا راسها من هون. طلعوا بشلها راسها واكبس عليها شوي. طلعوا كيف طلعت عند البصله. برجع انا بردها. خليكم معي شوي صغيره. كمان بجي انا بس انا بدي راسها اشيله لبرا بس شوي. اوكي وبتطلع عندي البصله كلها لبرا. وهون كمان البصله فيني استعملها قطعها مثل ما بدي. كمان البندوره. البندوره هينه كثير. انا رح اشيلها هلا انا هون كمان. طلعوا اوكي البندوره صارت هينه كثير. فيني احطها انا بقلب كمان الساندويشه واعملوا اللي بدكم اياه. المهم اخذنا فكره عن ساندويش. ورح ارجع انا اجيب هودي يستوي كمان عندي نحطهم بالنص بهالطريقه. واو طلعوا كيف. وبنرجع اوكي بنلف ساندويش ثاني. وهون كمان هلا اذا بدنا نطلع كمان نشوف الباقي كمان عندنا الباقي. المهم احبائي فينا ما كنا نعمل ساندويش فينا ما نعمل شيء. فينا نشوي وننهي الحلقه واللحمه تكون بقلب المنقل. المهم بقلب الحلقه كان شغلي وحده انه نحن كيف فينا ننقع اللحمه تنشويها. شو صار بالحلقه من بعد؟ من اشياء ثانيه بالنسبه لي كانوا زوائد على الحلقه، مثل واحد اليوم بده يشتري السياره لازم يكون فيها اوكي الاشياء المهمه والزوائد فينا نحطهم فينا لا. المهم نحن جبنا لحمه على البيت لازم ننقعها لازم تتعطينا او تطرى او تاخذ طعمه اكثر واكثر. في عالم شو بيعملوا؟ كمان مشان تطرى بحطوها بالفريزر من اليوم لبكره. اوكي لانه اللحمه بتكون مدبوحه او ذبح اليوم ممكن تكون كمان بيقولوا انه لازم ترتاح. حتى هيدي اللحمه اذا اشتريناها نقعوها بالطريقه اللي انا عملتها مع اي نوع من الخل مع اي نوع من الحوامض مع اي نوع من الفواكه الزيتيه يعني بقصد فيهم اوكي اللي هن مثل الكاجو مثل الفستق مثل كمان السنوبر. هودي بيكونوا مفرومين بطريقه فينا ننقع فيهم بيعطوا الطعمه كثير قوي. بعدين شكوه مثل ما بدكم باي صيخ بدكم شوون على الفحم حطوهم بالجريل اعملوا فيهم بالقلب المقلي انتو يلي بتحددوا. هيدي شغله كثير مهمه. حلقه كان كثير حلوه اخذنا فيها افكار. بكره برجع بعيد رح تكون حلقه كمان مع لقاء مع الاصدقاء مع صديق الدكتور توني بروشيتا. اوكي رح نحكي عن ساندويتشز. يعني بكره اللي بده يحضر الحلقه يمكن نعملنا اكثر من 5 6 7 انواع من الساندويشات. اوكي تنقدر ناخذ افكار. هيدي فيلادلفيا هيدي تندوري هيدي ما بعرف شو هيدي فرانشيسكو هيدي كذا 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 لانكم صار لكم زمان بتسالوا عن هيدا الموضوع. شكرا كثير لكم. اوكي احبائي لقائي بكره معكم بحلقه اجمل من اليوم. واللي عنده اي تعليق بيبعث لي اس ام اس على 03-21-9970. والسؤال تبع اليوم كان شو الفرق بين الزبده والمارجرين او المارجرينا. أكيد نهار التنين منقول شو الفرق بين طيب.